بعد شرط 30 سنة بن موسى يكشف مفاجأة أخرى لولوج مهنة التدريس. قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة شكيب بن موسى أنه سيتم ابتداء من سبتمبر 2022 اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، موضحا أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتفوقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا. وأكد بن موسى اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس عبر انتقاء الطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، مضيفا أنه سيتم قضاء 3 سنوات في سلك الإجازة التربوية مخصصة للتربية والتكوين، حيث سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوين وتدريب مهنية داخل الأقسام، وبعد أن يتجاوزوا امتحان الإجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين.